وحضرت عنده ابنته فاطمة الزهراء عليها السلام. بعد ما في وقت ندخل في المصيبة مباشرة. فحضرت عنده فاطمة الزهراء عليها السلام وهي ترى أباها بتلك الحالة لما شاهدها رسول الله بكى بكاء شديدا لأنه يعلم ما يصنع قومه من بعده بابنته فاطمة. فعندئذ قالت: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وعندئذ خاطبها النبي قال لها: بني هذا قول عمك أبي طالب رحمه الله، لا تقولي ولكن قولي كما قال الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكر. فأكبت على أبيها ومعها الحسنان، أراد أن يرفعهما أمير المؤمنين. قال رسول الله: اتركهما يا أبا الحسن، يشماني وأشمهما، ويتزودان مني وأتزود منهما، فإنهما يلقيان مني ظلما عظيما، فإنهما يلقيان من بعدي ظلما عظيما. فعندئذ رسول الله أخشي عليه، والحسنان قد احتضنا جدهما وفاطمة، أخذ رسول الله يد فاطمة وضعها في يد علي وقال: يا أبا الحسن، هذه أمانتي عندك، هذه أمانتي عندك يا أبا الحسن، فاحفظها فإنها تلقى ما تلقى من الأمة، يظلمونها ويقطعونها عن حقها، أوليتك يا شيع تشوف حيدر حلو الأطباع، راس الرسول ملازمنا وفاتح الباع، يا أحباب قلب المصطفى قربوا للوداع، لا تروح روحة وانتو غير مودعين. يا ويلي بالأرض ضجة وبالسما صارت زلازل، هذا الملك صاعد ذاك الملك نازل، وكل المصيبة بقلب حلال المشاكل، يجذب الونة ويصفق شمال بيمينه. ومدري يا شيع أم الحسن وحسين بيحايل، يا ويلي وقفت بجانب النبي وتعثر بالذيايل، طاحت على صدره ودمع العين همايل، من شاف هضمها لصدره وفتح عينه. يا ويلي خرت على جسم النبي وتصعد انفاياس، وحيدر بجانبها جلس وملازم الراس، كل ما تقلب صاحب الحسنين لا باياس، كل ما تقلب صاحب الحسنين لا باس، لا قالها الله نفقدك يا سلطان المدينة، إلا أوصيك يا أبو الحسين وانت حماها، يا هذه البضعة اللي آذيني أذاها، يا غصبا علي سقوم
حمل اللي بحشاها يا تطلع وراك تصيح ابو الحسن وينه، ولن واحد خلف الباب يتخفى بكلامه، ينادي اهل بيت النبوة والامامة، بالله ارخصوني على المظلل بالغمامة، بالله ادخلوني على المظلل بالغمامة، اطلب الرخصة من النبي نور المسلمي. صاح النبي قومي يا زهرة وافتح البايا يم الحسن، هذا المفارق بين الأحباب، هذا الذي ما يهاب من حاجب بوايا، شبحة الزهرة على رسول الله بليده، آجركم الله وإذا بملك الموت يستأذن على نبينا محمد، وما كان قد استأذن على آدمي من قبله ولا من بعده، فالتفت رسول الله إلى فاطمة قال هل طرق الباب طارق؟ قالت بلى بما أجبتم. قالت فاطمة قلنا له إن رسول الله لفي شغل عنك، ارجع رحمك الله. قال وهل عرفتي هذا ملك الموت؟ هذا المفرق بين الجماعات، هذا المفرق بين الأحبة، آجركم الله إذا جاء واستأذن وطرق الباب فافتحي له، وإذا بملك الموت على الباب يطرق الباب، فأذن لملك الموت أن يدخل على رسول الله، فدخل كأنه ريح هفافة، آجركم الله. كان أمير المؤمنين بوصية من رسول الله قد جعل رأس النبي صلى الله عليه وآله في حجره، وكان النبي يناجي عليا وقد فتح له 1000 باب من العلم، ولكن قال إذا خرجت روحي فامسحها بوجهك يا أبا الحسن، ما هي إلا ساعة، فانسل علي من تحت الرداء وهو يقول لأهل البيت يعني فاطمة والحسن والحسين، آجركم الله في نبيكم. فلقد صعدت روحه إلى الرفيق الأعلى، وضج أهل البيت ضجة واحدة، فاطمة تنادي وأبتا، والحسنان يناديان وجدا، صرخا يا أبا ما للصغير حتى يكبر، ومن للكبير بين الملأ، أبا يا أبا جاب رب ناداه، أبا يا أبا جنان الفردوس مأواه، أبا يا أبا جبرائيل ينعى. ثم أخذ أمير المؤمنين في جهازه، هذا وفاطمة تنظر إلى أبيها مسجايا، إلا اسم الله على طولك يا جمال الهاشمية، عالمغتسل ممدود يا خيري البرية، يا مرتضى اكشف لي عن الوالي وجاء
جماله قبل انتشيل خله يتودع عياله. هذا الحسن مشعوب قلب انظري الحالة، هذا الشهيد حسين عبرات جرية ويلي يتغسل والدي، وين العمامة يا فوق المنابر ما حلا حلو الجهامة يا قبل انتشيل خله يتودع اليتامى من بعد ما ترتجيل البدج وبهداي قلب جسم ابو ابراهيم بهدايا. وانت يا بن عباس بالهونس جبل مايا عالمختسم طول شعايا ابني وفتتح شعايا بعد النبي ما ريد هدن يدن يلي تحفرون القبور واسعوا مكانه بهداي نزلوا جنازتي وحلوا وجفانا وله عز شايل عنا ولا لفانا. هيهات بعد تصير عيشتنا هني ويلي تهيلون التراب دفنوني ويايا. انا ما اقدر اشوف البيت خالي من محيايا. ماذا